تحية لكم مشاهدينا متابعينا الكرام. اليوم سنكتشف مدينة أخرى جديدة وثقافة جديدة وحضارة عريقة. تابعونا في الفيديو. أهلا بكم في مدينة آسفي. تأسست مدينة آسفي منذ القرن الخامس قبل الميلاد في عهد حانون القرطاجي الذي قام برحلة إلى هنا ومعه القرطاجيون، وهم من أسسوا اللبنة الأولى لظهور مدينة آسفي في عمق التاريخ قبل الميلاد. بعدها تعاقبت عليها الحضارات وتعاقب عليها البرتغاليون الذين غادروها في القرن السادس عشر، ثم بعد ذلك الأندلسيون، وهنا أيضا وصل عقبة بن نافع يعني ونشر هنا الحضارة الإسلامية. وتتحدث الروايات عن أن أول مسجد في المغرب بني في مدينة آسفي بعد وصول المسلمين إلى المغرب، وبالضبط إلى مدينة آسفي. هنا تعاقبت الحضارات، ولكن مدينة آسفي تجسد كل هذه الحضارة التي تعاقبت على المغرب وجمعت بين الحضارة البرتغالية والإسلامية والفينيقية قبلها وبعد ذلك الحضارة الفرنسية، إلى أن وصلت بنا إلى اليوم. مدينة آسفي في عمقها التاريخي تجمع أيضا بين حاضرها الغني بالثروات البحرية والثروات الموارد الطبيعية والأنشطة الصناعية إلى غير ذلك. فتابعونا في الفيديو لمزيد من الاستكشاف لهذه المدينة الجميلة. يعتبر المسفيويون من أقدم الشعوب الذين مارسوا الصيد منذ عمق التاريخ، فلطالما رفع الجمهور المسفيوي القرش كشعار لتاريخ المنطقة. التي تطل علينا بأسنانها القاتلة مستعدة دوما لدفع سمومها في جسد من يسيء إلى تاريخ هذه المدينة العريقة.